أخبار كل النجوم اللي بتحبون من لبنان والعالم نجمعهم بفقرة وحدة ستارز، واليوم أخبارنا منوعة فرح ننقي الأفضل اللي أنتو كمان بتحبون. خلينا نبدأ مع خبر عن النجمة العالمية جينيفر لوبيز. هل جينيفر لوبيز رح تحتفل على طريقتها الخاصة مع أولادها بعيد ميلادهم؟ أكيد احتفلت النجمة العالمية جيلو بعيد ميلادها توأمة إيمي وماكس من زوجها السابق مارك أنتوني مساء الاثنين الماضي. شاركت لوبيز جمهورها بصورة جماعتها بتوأمها هن وعم يطفوا شمعتهم الثامنة، وكان لافت حضور حبيبها الرائس كاسبر سمارت بهاللقطة العائلية. صورة كتير حلوة. كان هيدا زوجها اللي معهم مارك أنتوني؟ مش معروف، ما بتصور. زوجة وحبيبة هيدي ما بعرف، يمكن تصير بدول الخارج بس عنا ما بعرف. نذكر انه زوجة، حلو حلو الانفتاح. بنذكر انه جينيفر لوبيز تزوجت من مارك أنتوني لمدة 10 سنوات وحصلت على الطلاق منه عام 2014، ولكن مثل ما مبين بالصورة بعدهم أصدقاء. الفنانة أنغام عم بتغني من الأهرامات. انتهت الفنانة أنغام من التحضيرات الخاصة بحفلتها الأولى على مسرح الصوت والضوء أمام الأهرامات. من جهة أخرى عم تعمل أنغام حالياً على اختيار الأغنيات اللي راح تقدمها لجمهورها المصري، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من البروفات المكثفة حتى تقدم حفلة على المستوى المطلوب. منذكر أنه أنغام راح تبدأ بعد الحفلة التحضيرات لتصوير أغنية تانية من ألبومها الأخير أحلام بريئة، بعد ما صورت أغنية أهيجات وأطلقتها من عدة أشهر. خبر عن الفنانة اللبنانية دينا حايك اللي مثل ما فهمنا منها عم بتفكر جدياً بموضوع التمثيل مثل ما كتار غيرها عملوا. خبرتنا الفنانة دينا حايك إنها عم بتميل للتمثيل بشدة، ولكن بالوقت نفسه بتفضل التأني قبل ما تقوم بأي خطوة من هالنوع حتى تتفادى الاصطدام بأي نوع من العوائق اللي ممكن تأثر سلباً على صورتها الفنية. نحن بنعرف قديه بتختار أعمالها الفنانة دينا حايك بدقة. وأضافت أنه الفيديو كليب بيعطي الفنان فرصة للتمثيل واكتشاف موهبته بهالمجال، وقالت الفيديو كليب بيضيف خبرة التمثيل ويمكن تكون إطلالتي كممثلة من خارج لبنان، مش ضروري تكون من لبنان. وعبرت دينا عن سعادتها الكبيرة بنجاح كليب أغنيتها الأخيرة حطيتك براسي اللي حمل توقيع المخرج وليد نصيف، وعلقت العمل مع نصيف كان ممتع والكليب عم بحقق من أسابيع أعلى نسبة مشاهدة، وهالشي بيدفعني حتى أقدم المزيد من الإنجازات المماثلة على المستوى الفني. نحن منهنية على هالعمل وناطرين أغنيتها الجديدة. صحتين. منكمل مع خبر عن الفنان أحمد حلمي، وهالخبر إجا من زوجته مباشرة. شو حقيقة طلاق أحمد حلمي؟ نفت الفنانة المصرية منى زكي كل الشائعات اللي انتشرت بالفترة الماضية عن انفصالها من زوجها الممثل أحمد حلمي، وكذبت منى زكي هالشائعات من خلال مشاركتها بأحد البرامج المصرية، ووضحت حلمي أنه الحب كله بالنسبة لها هو زوجها أحمد. منذكر أن منى زكي عم بتواصل تصوير دورها بمسلسل أفراح القبة اللي بتلعب في دور البطولة إلى جانب عدد من أبرز نجوم الشاشة المصرية. خبر عن الفنانة أحلام، ولما التقت بالفنانة اللبنانية كارول سماحة. شاركت الفنانة أحلام بمعرض الدوحة للمجوهرات والتقطت الصور مع أبرز نجوم العرب اللي حضروا حفل الافتتاح، ونشرت أحلام صورة بتجمعها بالفنانة كارول سماحة وعلقت: تشرفت بلقاء كارول، كم أنها رائعة، ووصفتها بصوت لبنان. صورة كتير حلوة لإلهم. محمد حمائي ونانسي عجرم، شو اللي بيجمعهم؟ حفل رح نشوفه قريباً. عم بيستعد النجم محمد حمائي والنجمة نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ب 7 آذار المقبل بدعوة من إحدى شركات الهواتف المصرية، ورح يقدموا مجموعة من أغنياتهم المعروفة بالإضافة لأغنيات جديدة اللي أصدروها مؤخراً. نذكر إنه حمائي بلش التحضير لألبومه الجديد، أما نانسي فعم بتتابع تصوير حلقات برنامج ذا فويس كيدز اللي كلنا عم نحضره قبل الانتقال إلى مرحلة البث المباشر.
خبر عن الفنان الكبير محمد عبده، أغنية منها الفنان لمدينة مكة المكرمة. عم بيستعد الفنان محمد عبده قريبا لإطلاق أغنية جديدة رح يخصصها لمدينة مكة المكرمة باسم أم الكرة. وهالمعلومات أعلنها الشاعر ضياء خوجة، وهي من كلمات الشاعر خوجة ألحان الأمير سعود بن عبد المجيد، ومن إنتاج وتوزيع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. وعن سبب اختيار عبده مدينة مكة المكرمة للغناء لإلها، قال الشاعر خوجة أنه السبب بيرجع للمكان الديني الكبير للمدينة بقلوب المسلمين، بالإضافة لابتعاد الفنانين والشعراء عن التغني فيها وعدم إعطائها حقها دون بقية المدن السعودية. خبر أخير لليوم عن الفنانة اللبنانية أليسا وعن الفنان اللبناني الإماراتي حسين الجسمي. كمان شو اللي بيجمعهم؟ الجواب هو حفل كتير ضخم كلنا ناطرينه. الفنان اللبناني الإماراتي حسين الجسمي والفنانة أليسا رح يحيوا حفل غنائي ضخم بمركز دبي التجاري العالمي ب 25 أذار المقبل ضمن سلسلة حفلات دبي اللي نظمتها شركة روتانا. هون عم نشوف صور جديدة للفنانة أليسا، صور رائعة. ومن المقرر أنه يقدم الجسمي وأليسا باقة مختلفة ومنوعة من أجمل وأشهر أغانيهم اللي بيحبها الجمهور الإماراتي. على كل إن كان الفنانة أليسا أو الفنان حسين الجسمي شو ما قدموا لجمهورهم أكيد رح يكونوا راضيين. عبر سنين قدموا لنا سلسلة من الأغاني الناجحة بأكثر من لهجة، إن كانت لبنانية مصرية أو حتى خليجية. نحن هون مشاهدينا عم نرجع منذكركم أنه فيكم تشوفوا كل الأخبار اللي بتحبوها عبر الويب سايت الخاص بي ستارز. أما بعد شوي نحن على موعد مع زينة نمرود بفقرة تارو، محطة أسبوعية كتار منكم ينطروها حوالي الساعة 12. حضروا اتصالاتكم حتى نشوف القدر شو حاملكم، إن كان بالحظ بالحب بالنجاح أو حتى بالخيبات. وإن شاء الله ما بنسمع اليوم عن أي خيبة لأي متصل. نحن هلأ مشاهدينا رح ناخد بريك قصير ومن بعدها منكمل حلقتنا من MTV Alive. خليكم برفقتنا.